نوصي أنفسنا ونوصي المسلمين باغتنام هذه الأيام الباقية من هذا الشهر الكريم بالعبادة والإكثار من الطاعة والاستغفار والإكثار من الدعاء والإكثار من عمل الخير، لأنها ختام الشهر، ولأنها ترجى فيها ليلة القدر، ولأنها ليالي الاعتاق من النار، فهي أيام فاضلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاجتهاد في العبادة أكثر من غيرها، وهي ختام الشهر، فيها خير كثير، فيغتنمها المسلم، خصوصا يقوم مع المسلمين بصلاة التراويح وصلاة التهجد وتلاوة القرآن وأعمال الخير، الصدقات والإحسان، كل هذا مجال واسع للمسلم.